عارفيه يا عديم الأجنحة. ولا تقول أنا هون. تعالوا بسرعة. الشجرة لساته عايش. هزرفان هزرفان اسرعوا. هزرفان وينك انت؟ منيح منيح. هون هون. عم ندور عليك بالسما وانت فوق الشجرة. يا زلمة طلعت قلوبنا من محلها. كان منظرك بجنن وانت بالجو مثل الصقر طاير. يعني عن جد قالولي انا طرت؟ ايه طبعا طرت طرت يا محترم، لكن ما طرت وكل العاصمة شافتك طاير. قطعت المضيق يا زلمة، معقولة؟ وصلت على اسكودار كمان. وصل على اسكودار وبعد كوع بالجو. ايه مزبوط كوع بالجو. هلا شغلة، بعد ما عبر المضيق هبط على الشجرة لانه عامل كل حسابات. لو مو عامل حسابات كان وقع على وشه ومكسر وشه لولا الاجازات والحسابات للاجنحة. شو رايكم تنزلوني من هون وبعدين تبدوا حديث؟ ايه والله سينا تعال. نط لك. لا تخولي بالك، تخولي بالك. لك ما بقدر نط انا على الان، اجنحتي على الان. لا بقول لك شكلها الاجنحة يا منصور. طبعا لا بقلي. تعرف شغلة يا محترم؟ وقت طلعت وقفت هيك على الخشبة وشفت بعيونك الإصرار، صرت أتخيل الأحداث قبل ما تقفز. يعني أنت حالي هلأ بس هو ينط بالهواء رح يوقع وينزل على راسه هيك وش. شو ها؟ صوت خبطتك بالأرض. بس شو اللي صار؟ أنت ركضت ورميت حالك، قام وقعت أنت هيك شوي لتحت، قام إجت الريح القوية وعبت جوانحك وهو هوب تقول حمامة مو هيك، وبعدها وصل راسك للغيوم. بعرفك شجاع بس والله ما توقعتك لهالدرجة يا هزرفان، كنت بتخوف. والله هي مانا سهلة يا آغا، وأصعب شي بهالإنجاز العلمي كان لسان أوليا. لك هذا الزلمة ما عنده أي شي اسمه سكوت. نخر راسي بالتشاؤم وشي ما فيك تطير، وإذا طرت ما فيك تنزل، ولا وقف ولا بيعرف يوقف يا زلمة. يا محترم على فكرة أنا أقل واحد بيحكي بكل العاصمة وبيطلع صوته. آغا كرمال الله تقول ضميرك، أنت عن جد توقعت أنه رح يقدر يطير؟ ليش الكذب؟ والله أنا ما فكرت حتى بهالاحتمال. أهل أنا مجنون؟ أهل لك أنا شو بطلع قدام جنانك؟ لنشوف مولانا شو رح يحكي. منشوف. أنا رايح طيران لعند مولانا. هذا اسمه استغفر الله العظيم. شو رح يصير فينا بعد العمايل هاي؟ مين كان بيقول انه الانسان ممكن يطير؟ استغفر الله العظيم. هذا غضب من رب العالمين، ويمكن هاي من علامات يوم القيامة. الله اعلم. سحرة ما له شغل بشر. هزرفان هزرفان هزرفان، وضع البشوات مو عاجبني ابدا. ليش؟ شبعك؟ شو مو سامع؟ ليك الباشوات كيف بيطلعوا عليك؟ قد مو مقهورين إن الترط حاسن رح يجمو علينا ويدفوك. ايه أنا تقدير مولانا بكفيني، هدول ما بيهموني. مولانا أكيد رح يقدرك كتير على جنانك، هالشي أكيد، بس إذا افترضنا إنه مولانا ما قدرك وأمر يقطعوا لك راسك، بيطلع كلامي مزبوط. أي كلام؟ إنك تموت. صح مو انت طاير، بس النتيجة الموت. ما بالنهاية انا رح موت وانت كمان، يعني كلياتنا رح نموت بالنهاية. الله يعطينا طول العمر. بعدين حتى لو قطع راسي، يعني اعتبر كلامك طلع صح، انا ما بقى تفرق معي لانه اليوم خلص حلمي حققته. وغير هيك انا مو بس بالطيران، خلص بالهبوط. هزرفان شلبي. نعم مولانا بانتظاركم. مو عن عبس، بتقول عن حالك عالم، لأنك أثبتت لي إنك حدا خطير. هذا من لطفك مولاي. عفواً إذا بتسمح لي وضح لك شغلة، أنا دائماً كنت شجعه، يعني مع أنه مجنون بس دعمته كتير ونجح بالنهاية. كل هالشي بفضلك يا مولاي، لأنه أنت ما حرمتني من رعايتك، بتشكر كرمك.
هاي هدية من مولانا، مكافأة على شجاعتك، وبالإضافة لهيك رح تاخدوا مصروف للطريق. مصروف للطريق؟ موضوع الطيران خلص انتهى هزفاً. مثل ما بتعرفوا وضع الأناضول مو مستقر. صحيح نحن قضينا على الياس باشا، بس الفرس ما رح يتركونا بحالنا، ولهذا السبب رح تسافر انت وهزرفان على الأناضول مباشرة. على الأناضول مباشرة؟ ومهمتكم الجديدة الاستخبار عن كل الأمور بهديك الولاية، يعني انتو هلأ رح تكونوا عيوني وأداني هنيك. سمعا وطاعة يا مولاي السلطان. يا شباب الله يكون معكم. تسلم يا عزيزي.